الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة أو على أهل الطائف، الحديث المشهور. وقيل أن هذا ملك الجبال هو عبارة عن جبل عظيم يتحرك، والله أعلم. وفي رواية غار حراء، غار حراء، بل جبل حراء، عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه أبو بكر الهروب من المشركين للهجرة إلى المدينة، فصعد على أحد جبال مكة، فصاح ذلك الجبل وقال: انزل عني يا محمد حتى لا أعير بك إن قتلت فوقي. كان جبلا يكره رسول الله، فأمره انزل، فصاح جبل حراء من بعيد، قال: يا محمد تعال إلي وإلى غار حراء، أنا سأخفيك. فذهب إليه، أو كما تقول الرواية، والرواية مشهورة موجودة في السيرة النبوية في كتاب ابن هشام. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، أي أنه لا له وعي، هذا الجبل وله وعي، سبحان الله. ومنه حديث ثوبية حجر، عندما أشاعت بني إسرائيل عن موسى عليه السلام يوما أنه كان به عاهة في جسده، قيل في الخصيتين. وهذا الحديث ربما ذكر في حديث الفتون في قصص الأنبياء، رواه ابن كثير. فأراد الله تعالى أن يبرئ رسوله مما كانوا يصفونه به، فأراد موسى عليه السلام يوما أن يستحم، وكان من حيائه يستتر عن أعين الناس، سبب الإشاعة يعني، فوضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بثوبه، فانطلق موسى في أثره وهو يصيح: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه على أحسن ما خلقه الله تعالى، فقالوا: ما به من عاهة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما أدرك الحجر من شدة حيائه ضرب الحجر، فأحدث فيه 3 أو 5 أو 7 ندبات. الندبات لا تقال للجمادات، بل يقال شقوق، خصوصا الحجر. فهذا المخلوق الذي أثر فيه سيدنا موسى حوالي 7 ندبات هي حتما على مستوى الوجه. فالنبي المؤيد بالوحي لو شاهد أمر مثل هذا، غريب كحجر غير مكلف يتحرك، لتعجب، ولم يكن له لأن يغضب إلى حد الإغلاق من هذا المخلوق المكلف الذي تعمد الهروب وسرقة ثوب موسى عليه السلام. فعده والله أعلم بأنه استفزاز وعمل مشين في حقه عليه الصلاة والسلام موسى، من هذه الدبة التي ليست كالعجماوات، والله أعلم بالصواب، هي من لترول دوبيار. وقد تكون هذه الحادثة إشارة أخرى إلى دخول بني إسرائيل مع موسى وهارون إلى جوف الأرض، فقد يكون هذا المخلوق من أمم يأجوج ومأجوج التي تعيش في جوف الأرض، والله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة أو على أهل الطائف، الحديث المشهور. وقيل أن هذا ملك الجبال هو عبارة عن جبل عظيم يتحرك، والله أعلم. وفي رواية غار حراء،